بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. توافيكم وزارة الصحة كما دأبت على ذلك بحصيلة تتبع الحالة الوبائية لداء كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، إذ تم منذ مساء الأمس وإلى غاية 5 مساء ليومه 20 يونيو 2020 تسجيل 226 حالة جديدة مؤكدة لكوفيد-19، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء ببلادنا إلى ما مجموعه 9839 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. أما فيما يخص عدد الحالات المستبعدة بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة، فقد بلغ مجموعها 512,327 حالة مستبعدة، فيما سجلت 106 حالة تعافي جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء والحمد لله إلى ما مجموعه 8223 حالة شفاء، أي بنسبة تعافي 83.6%. كما لم تسجل ببلادنا ولله الحمد خلال 24 ساعة المنصرمة أي حالة وفاة جديدة، ليبقى بذلك مجموع عدد الوفيات المرتبطة بداء كوفيد-19 محدودا في 213 حالة وفاة، أي بنسبة إماتة لا تتجاوز ولله الحمد 2.2%. أما فيما يخص إجمالي عدد الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج ولا زالت تتبع علاجها داخل المستشفيات، فقد بلغ مجموعها 1403 حالة من الحالات النشطة. فيما يخص التوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة لكوفيد-19 المسجلة خلال 24 ساعة المنصرمة، فهي كالتالي: سجلت بجهة الدار البيضاء 16 21 حالة جديدة، فيما سجلت بجهة مراكش أسفي 6 حالات جديدة من هذا الداء، وسجلت 11 حالة إضافية في جهة فاس مكناس، فيما سجلت 28 حالة إضافية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسجلت 156 حالة إضافية بجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما سجلت 4 حالات جديدة بقلمم ودنون، وهي جلها أو كلها ال4 حالات الجديدة بجهة قلمم ودنون هي بسيدي إفني، سجلت بسيدي إفني. فيما لم تسجل باقي جهات المملكة أي حالة مؤكدة جديدة من داء كوفيد-19. وتجدر الإشارة إلى أن تتبع المخالطين مكن إلى غاية الآن من تتبع ما مجموعه 53813 من المخالطين، لا زال منهم 5656 مخالط تحت المراقبة الصحية. هذا وتؤكد وزارة الصحة من جديد على ضرورة احترام وسائل الوقاية من تباعد الجسدي وارتداء الأقنعة مع الحرص على نظافة الأيدي باستمرار، إضافة إلى استعمال تطبيق وقايتنا مع تشغيل تقنية البلوتوث بصفة مستمرة مما يمكن وزارة الصحة من تتبع المخالطين وتعزيز هذا التتبع. وتؤكد كذلك وزارة الصحة على ضرورة اتباع التعليمات والنصائح المواكبة لرفع الحجر الصحي التدريجي للوصول ببلادنا إلى بر الأمان ووقف هذا الوباء. أما فيما يخص الأوساط المهنية ومن أجل تجنب انتشار العدوى كوفيد-19 بها، فيجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، وعلى رأسها استعمال الأقنعة الواقية أو الكمامات بصفة مستمرة مع غسل اليدين بشكل منتظم، والحرص على نظافة أماكن العمل واحترام إجراءات التطهير. كما يجب احترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي.